مرحبا. أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني إنه كمية المتساقطات بمنطقة بيروت المطار تعدت 500 ملم، وبتشكل أكثر من ضعف معدل المتساقطات بالعام الماضي، وكمية الأمطار السنة بتبشر بالخير. وإذا عرفت الجهات المسؤولة المحافظة على هالأمطار وبناء سدود حتى ما تروح المي هدر على البحر، ممكن نتفادى قطع المياه بالصيفية والتخفيف من الأعباء المالية على الناس. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة فوق الجبال، الرطوبة متوسطة ورياح قوية شوي، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1200 متر وارتفاع بدرجات الحرارة، ومعدل تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 520، السنة الماضية 210، والمعدل العام 400. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 6، على المرتفعات 3، بالبقاع 2 تحت الصفر، والأرز 4 تحت الصفر. ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 9 ببينوم، بلاط 16، فرن الشباك 16 درجة. ومننتقل من بعدها إلى عبرة 15 ودير أنون 14، جرجوع 9، ترشيش 6، وعينيتا 2 تحت الصفر. أما الرطوبة فبتتراوح بين، خلينا نشوف، بين 40 و 85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 7 أدناها وأقصاها 16 درجة، وخلال النهار إذا مثل ما شايفين في أمطار، وبالليل كمان. السبت بتتراوح بين 7 و16، والأحد بين 8 و17 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 8 ودمشق 11، أما الكويت ف 20 درجة، الجزائر 21 والرباط 14. ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل درجة الحرارة 8. وهيدا كان كل شي. باي.